اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره كريم سعيد واحمد ثابت، كل اسبوع يبقوا معانا علشان نتكلم اكتر فنيا، ولكن عايزين نعرف برضو رايهم فيما حدث النهارده وبيان النادي الاهلي وثمان قرارات اتخذها النادي الاهلي بعد اجتماع مجلس ادارته. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كريم، اعرف الاول وجهه نظرك في القرارات اللي اتخذها النادي الاهلي. طبعا احنا بنتكلم يا كابتن اسلام على ازمه بتواجه النادي الاهلي، ربما يعني المره الاولى في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا ما مرناش بالازمه دي قبل كده، وهذا التضارب الكبير والكتير قوي 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 من الاتحاد الافريقي. بشوف اهم نقطتين في بيان النادي الاهلي في وجهه نظري: نفي تماما اي مساحه عندنا للانسحاب، ده امر مهم جدا جدا نقف عنده، ان كان في يعني كلام كتير، وجود طبعا طبعا كل الاحترام لاي حد يقول وجهه نظره، اي حد يقول وجهه نظره اكيد طبعا ده شيء محترم ومن حق اي حد وجهه نظره، لكن انا بشوف ان لغه النادي الاهلي عبر يعني عبر التاريخ ما احنا ما بننسحبش من المواجهات، ربما في بعض الظروف النادي الاهلي لجا الى تجميد مشاركته في بطولات افريقيا في منتصف التسعينات لاسباب ما، وكل زمن له طريقته، لكن في الوقت الحالي انا رافض تماما تماما حتى ان احنا نخوض في كلمه الانسحاب، والحمد لله بيان النادي الاهلي اكد ده، وانا كنت بتكلم في الامر ده بقالي 3 4 ايام على السوشيال ميديا. النقطه الثانيه اللي عجبتني قوي 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 موضوع المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه، وده يؤكد رياده النادي الاهلي. النادي الاهلي في الامر ده ما بصش لان انا عايز يعني يتقال عليا ان انا عايز اهد الفرح، او انا عايز اهد الليله، او انا عايز اعمل مشكله. بالظبط. لا، انا عايز اصحح، انا عايز اصحح. احنا بكل امانه احنا اللاعب الوداد في اي ملعب، اي ملعب لو عايزين تلعبوا في ملعب التمرين بتاع الوداد ما عندناش اي مشكله خالص، لو هو حق، لو هو الحق ما عندناش مشكله، لو متحدد من اول بطوله دوري ابطال افريقيا ان الفاينل هيتلعب في ملعب مران نادي الوداد المغربي احنا امين، ما عندناش مشكله، لكن احنا بندافع عن الحق. وعشان كده انا عجبني قوي حته المؤتمر الصحفي بعد المباراه، وهنكشف الكواليس كلها وكل ما دار في الايام اللي ما قبل المباراه عشان الامر ده ما يتكررش، لان اكيد دي مش اخر بطوله مظبوط احنا هنلعبها، ولا هو ان شاء الله اخر فاينل هنصعد.